اهلا بيك. النهارده هشرح لك حل مشكله بتواجه معظم مستخدمين الكمبيوتر، وهي امتلاء الكورس اللي عليه السيستم، ومعظم الاحيان بيبقى هو الكورس سي. ايه حل المشكله ديت؟ الكورس سي اللي هو اللي احنا بنثبت عليه البرامج والنظام التشغيل ككل، مش دايما اللي بيملاه بيبقى استخدامك انت، ساعات بيبقى مليان من ملفات مؤقتة ومخلفات النظام وهكذا وهكذا، حاجات كتير جدا. فخلينا نشرح بكذا طريقة ازاي تحل المشكلة دي. اول حاجة هتفتح قائمة run، تفتح start وتكتب run، او يا اما تدوس على start، زرار start مع حرف الار، هيفتح لك run وانت كده واقف في الحاجة اللي انت هتكتب فيها. فهتكتب temp وتدوس انتر، هيفتح لك الملف ده. ده ملف فيه ملفات مؤقتة من بتاعة الويندوز. شايف فيه ملفات قد ايه؟ انا بالنسبة لي مع اني مسحه من مدة قليلة، بس هو فيه ملفات كتير. فتخيل انت ممكن تكون بقى ما مسحتوش قبل كده. كل اللي عليك اول لما تخش الملف، لو سألك عن بيرميشن او اي حاجة، هتدوس له كونتينيو. همسح كود الملفات دي، ملهاش اي لازمة. شيفت ديليت. لو عمل لك كده هتقول له continue with automatic administrator. لو خدت بالك الملفات اتمسحت، بس مش كلها اتمسحت، لسبب ان في ملفات مؤقتة بيستخدمها برنامج التصوير اللي انا بستخدمه دلوقتي، وبعض البرامج اللي انا فاتحها. فلو قفلت البرامج ديت ومسحت الملفات دي هتتمسح. نجرب تاني، نفتح قائمة run. المرة دي هنكتب علامة percent، علامة في المية، وكلمة temp، وعلامة percent تاني. هتلاقي ان برضو ملف زيه، هتمسح كل الملفات اللي فيه ده. برضه نفس الملفات اللي ما رضيتش تمسح دول، طريقتين اتنين. هتلاقي ان شاء الله سايب لك كل حاجة، الكلمات ديت اللي انت تبحث عنها وكل حاجة موجودين في الوصف بتاع المقطع ان شاء الله. ننتقل للطريقة التالتة. هتيجي في ستارت وتكتب ديسك كلين اب. ديسك كلين اب ده بيساعدك في ان انت تنقي الديسك بتاعك، اي ديسك عندك، يعني السي او الدي او اي حاجه في الدنيا، من الملفات اللي ملهاش لازمه. كويس، منتهى البساطه. هنا بيقول لي اختار الدرايف، فانا اخترت له سي وقلت له اوكي. او كده عمل احصائيات الملفات المخلفات اللي عندي. انا بما اني مسحتها قبل التصوير عشان اجرب الموضوع قبل ما اشرحه لكم، فما تلاقيش عندي ملفات كتير، لكن زي ما انتوا شايفين كده هو دلوقتي بيقول لي ان هو لقى ملفات. فايه الحاجات اللي تتمسح؟ داونلودد بروجرام فايلز، همسح الملفات اللي اتحملت ولا لا، الحاجات اللي انا حملتها من الانترنت، فانا قلت له لا. تمبراري انترنت فايلز اللي هي الملفات بتاعه الانترنت المؤقته بتاعه التصفح، ملهاش لازمه، في الحاله دي هنمسحها. سيستم كرييتد ويندوز ايرور ريبورتنج برضه همسحها. delivery optimization، وتقريبا انت محتاج تمسح كل حاجه من دول غير اللي انا قلت لك عليهم، ودي الريسايكل بن، سلات المحذوفات لو عايز تمسحها او لا. فانا اخترت كل ده وهقول له اوكي. بيقول لي هل انت متاكد ان انت عايز تمسح الملفات دي؟ فاقول له delete files. هو كده بيمسح الملفات اللي ملهاش لازمه. كده هو خلص. هقول لك على حاجة تانية تقدر انك تمسح منها. طبعا الريسايكل بن او سلات المحذوفات من الحاجات اللي دايما بتبقى عاملة لك ازمة وزحمة الجهاز بالملفات اللي ملهاش لازمة، يعني اللي انت مسحتها. فبتيجي هنا وبتقول له، بتدوس كليك يمين وبتقول له empty recycle bin و yes. كده اتمسحت. هتيجي تخش على ملف السي،
خلي بالك انت عندك هنا في ملف السي ايه مش لازم يكون عندك كل الملفات ديت، لان انا في ملفات عندي انا ظاهرها بروجرام فايلز وبروجرام فايلز 86 وكل الكلام ده، بس هتلاقي عندك في ملف هنا اسمه ويندوز دوت اولد. خلينا نتكلم شويه عن الملف ده. الملف ده الويندوز بيعمل ايه لما بيجي يحدث؟ بياخد نسخه من كل الملفات بتاعتك وبيحطها في الملف ده، يعني بينسخ السي عندك ويحطها جوه الملف ده عشان لو عوزت ترجع للحاجات ديت بعد كده. لكن انت حدثت فانت مش محتاجه، في حالتي هو ويندوز بس لان انا مسحته تمام، لكن في حالتك انت هيكون اكبر من كده بكتير. يعني انا لما جيت امسح الملف ده دلوقتي قبل الشرح لقيت ان في نسخة كاملة من السي عندي بكل البرامج والملفات والديسكتوب وكل حاجة موجودة جواه. فمن الحاجات اللطيفة جدا انك تمسح محتوى الملف ده بعد اي تحديث كويس، لو انت خلاص مستقريت ان انت على التحديث بتاع الويندوز ده خلاص هتشتغل بيه وكويس، خلاص امسح الملف ده ملوش اي لازمة، بيبقى حجمه كبير جدا وشغل لك مساحة على الفاضي. يلا بينا للطريقة اللي بعد كده. هتفتح السيتنج بتاع الويندوز وهتختار سيستم، وهتختار ستورج، هتلاقيه هنا بيقول لك السي بتاعتك حجمها قد ايه وانت مستخدم منها قد ايه وفاضل منها فري قد ايه، وهنا بيقول لي الاي برضه، وده الفلاشة بتاعتي احمد سامي. المهم كل اللي احنا عايزينه من الموضوع ده حاجة اسمها ستورج سنس. بيقول لك هنا ايه الويندوز يقدر ان هو يشيل لك الملفات اللي ملهاش لازمة زي التمبري فايلز الملفات المؤقتة وحاجات كتير جدا انت مش محتاج لها عشان يفضلك المساحة. فكل اللي عليك انت بتعمله تك هنا او بتخليها مفعلة وتدوس تشينج هاو فري اب ديسك سبيس. هنا بيقول لي في شوية اختيارات ممكن نعمل لهم كاستمايز سوا. ران ستورج سنس، ستورج سنس يعني حساس المساحة. تشغل حساس المساحة امتى؟ عندي افري داي كل يوم، افري ويك كل اسبوع، افري مانث كل شهر، وين ويندوز ديسايد وقت ما الويندوز يقرر، يعني لما المساحة عندك تتملي الويندوز بيقرر انه يشغله عشان يفضلك شوية مساحة. الاختيار اللي بعده بيقول لك delete temporary files my apps aren't using، اللي هو امسح الملفات المؤقتة اللي البرامج بتاعتي ما بتستخدمهاش خلاص، يعني خلاص البرامج بتاعتي استخدمتها وقت ما احتاجتها ودلوقتي ملهاش اي لازمة في الجهاز، فبالتالي انا حطيت عليها علامة صح وقلت له يشيلها. وهنا بيقول لك delete files in recycle bin، تمسح الملفات من سلة المحذوفات امتى؟ فانا بقول له بعد ما يعدي عليها 30 يوم، لو انا ما مسحتهاش امسحها انت. وهنا بيقول لي delete files in your download folder، يعني امسح الملفات اللي موجودة في ملف التحميلات بتاعك بعد قد ايه؟ فانا قلت له never، يعني ما تمسحهمش خالص، انا مش عايزك تمسحهم. في عندك فري اب ديسك سبيس هتدوس عليها. في هنا حاجة علامة صح بيقول لك ديليت بريفيس فيرجن اوف ويندوز، الويندوز لما بيحدث زي ما قلنا قبل كده بيحفظ كل الاصدارات اللي انت عملتها قبل كده، فانت بتختار لو انت محتاجة في حاجة. في حالتي خلاص انا حدثت الاصدار الجديد اللي هيرجعني القديم، فانا هقول له اوكي ان انا مش عايز الفيرجنز القديمة، وهقول له فري اب سبيس ناو. اه بيقول لك هنا هوت ان هو ده بيسمح لك ان انت ترجع للاعدادات القديمه للويندوز او للنسخ القديمه من الويندوز، يعني لو انت مثلا ويندوز 10 حاجه معينه قبل الاصدار ده فتقدر ترجع لها كلها، بس طبعا في حالتنا احنا مش محتاجها، فانت هتقول له فري اب سبيس ناو، انا مش هينفع عندي. هنا بيقول لك كلين اب فايلز ذاتس ماي تيك ا فيو مينتس، هياخد شويه دقايق
هنا المفروض ان هو شغال دلوقتي في الخلفية. هنا بيقول لي دان خلص وقدر يحرر المساحة ديت من السيستم. انا عن نفسي عملت الموضوع ده قبل التصوير، فقدرت اوفر بتاع حوالي 6 جيجا من مساحة الجهاز، ملهاش اي لازمة، مستهلكة على الفاضي يعني. فده حيلة كويسة. في حاجة كمان ممكن تستخدمها، ده كل دي الطرق دي من غير برامج، في برنامج انا بفضله جدا من الاستخدام، برامج اللي بتمسح الملفات المؤقتة يعني. ممكن استخدم حاجة زي سي كلينر او كلين ماستر او اي حاجة من الحاجات دي، ودول ان شاء الله هنبقى نشرحهم في فيديو تاني. كده وصلنا لنهاية المقطع، لو عجبك يا ريت تدوس شير ولايك وسبسكرايب للقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة، ولو عندك أي سؤال يا ريت تسيبه لي في التعليقات. بالنسبة للكلمات اللي أنا كتبتها واسم الحاجات اللي أنا بحثت عنها هسيبها لك كلها موجودة في الوصف بتاع المقطع ده إن شاء الله. شكرا لمشاهدتك.